وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر. أهلا بك أستاذ مجدي. أهلا بك يا فندم. يعني طبعا اتحاد عمال مصر بيضم الملايين من العمال المصريين اللي يعني ربما الدولة بتعول عليهم بشكل كبير في كل المواقف، في كل المحافل، في كل يعني ما بنقول يا تأييد، دايما عمال مصر بيكونوا في ظهر القيادة السياسية. كيف كان التعامل مع القضية الفلسطينية من جانب الاتحاد ومن جانب والدعم للسيد الرئيس والتفويض الذي شفنا فيه عدد كبير وملايين من المصريين في الشوارع تأييدا لموقف القيادة السياسية؟ احنا بالتأكيد بنأيد موقف القيادة السياسية في التعامل، في كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية. احنا من اليوم الاول واحنا شايفين الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسير في اكتر من مسار لدعم القضية الفلسطينية. اول مسار اللي هو يعني كان لا لبس فيه، ويمكن الرئيس اكد عليه امبارح في لقائه في ملتقى الصناعة لما قال ان كل رؤساء الدولة المصرية السابقين كانوا بيدعموا القضية الفلسطينية وكانوا واقفين معاها وعمرهم ما تخلوا عنها، وده موقف مصري معروف أن المصريين هم مع القضية وداعمين بكل قوة للقضية الفلسطينية في مختلف الأزمان. يعني دي نقطة. النقطة الثانية، يمكن احنا شفنا كمان على المستوى الدولي مصر بتتحرك بقوة عشان خاطر وقف الاقتتال ووقف الضربات البربرية اللي بتتم تجاه أبناء غزة، والحرب يعني هي مش حرب كمان، يعني هي وصلت لمرحلة يعني مرحلة انتقامية أكتر منها مرحلة يعني رد على ضربة هنا أو هناك. النقطة الثالثة كمان، احنا شفنا كمان موقف الدولة المصرية في حربها من أجل توصيل المساعدات والدور اللي بتقوم به من أجل توصيل المساعدات، والدور الرابع اللي هي محاولات التهدئة كمان بين الطرفين. ويمكن احنا شفنا بالجهود المصرية خرج 2 من اللي كانوا يعني موجودين عند غزة أهلنا في غزة وعند المقاومة حماس، طلع 2 بواسطة مصرية خلال الفترة اللي فاتت. فالدور اللي بتلعبه الدولة المصرية بتلعب على كل المسارات بحيث تساعد الفلسطينيين خلال هذه المرحلة وتقف معهم وتساندهم، يعني كوسيط وكداعم وككل، بتقوم بكل الأدوار الدولة المصرية، وبالتالي احنا بندعم هذه الأدوار لأنها بتصب في النهاية في صالح الدولة الفلسطينية. احنا داعمين للدولة الفلسطينية، ولكن وفي المقابل كما قال الرئيس، وليس على بحيث ان احنا ماشي نساند القضية الفلسطينية ولن نسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب دول اخرى. بالفعل هذا موقف برضو يحسب للرئيس، لان معنى ان الأزمة او المشكلة الفلسطينية تتحل على حساب دول اخرى معناه تصفية القضية الفلسطينية، واحنا ضد تصفية القضية الفلسطينية، لان الفلسطينيين اصحاب حق واصحاب ارض واصحاب موقف. التاريخ لم يبدأ امس. يعني يمكن البعض بيقول ان اصل اسرائيل تعرضت، لا، التاريخ لم يبدا امس. اسرائيل يعني معتديه واخده الارض مش ارضها، دي ارض الفلسطينيين. من ساعه ما اعتدت العدويه يعني بتعامل الفلسطينيين بشكل غير ادمي، يعني كل حقوق الفلسطينيين تقريبا مسلوبه، وبالتالي لما اجي في مغتصب عندي وحقوقه مسلوبه، لما اجي انا يعني اوجه له ضربه يبقى انا مش انا المخطئ؟ بالتاكيد لا، لان ده دفاعا عن ارضي ودفاعا عن عرضي ودفاعا عن كل مقدساتي. فاللي بيحصل الموقف المصري يمكن موقف معلن من اللحظه الاولى، موقف داعم للقضيه الفلسطينيه، ما شفناش الرئيس مسك العصايه من النص عشان يرضي كل الاطراف، لا، من اليوم الاول هو داعم للقضيه الفلسطينيه، وده اللي خلى الشعب كله خلال الفتره دي يعني ايه يتجمع بايد واحده ويبقى كله خلف الرئيس. والناس النهارده كلها عرفت ليه الرئيس كان بيشتري دبابات، وليه كان بيشتري طيارات، وليه كان بيخوف الجيش وتسليح الجيش. ظهر النهارده قيمه كل الخطوات اللي خدها، وكان الرئيس هو يعني عنده بعد او عنده وجهه نظر اخرى غير اللي كانت عندنا، ان طبعا لابد ان الجيش المصري يكون مسلح بشكل متقدم جدا وقوي جدا عشان لو حد قرب، ويمكن احنا شفنا الرئيس امبارح وبيقول ايه، محدش يقدر يقرب.
اكررها اكتر من مره، ومحدش يقدر يقرب، لان هو واثق في الجيش المصري وواثق في امكانيات الجيش المصري اللي هي تقدر تحمي مصر خلال المرحله دي. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، شكرا جزيلا لك.